مرحبا بكم مرة أخرى متتبعي قناتنا الأوفياء، دائما مع الدرس الثاني، درس التوازي والتعامد من مرجع الجيد في الرياضيات للسنة السادسة ابتدائي. في هذا الفيديو سننجز أنشطة الصفحة 16. إذا نبدأ بالتمرين 11. أنسخ الشكل على دفتري ثم أحدد طبيعة الرباعي A, B, C, D. إذا الشكل المطلوب منا نقله على الدفتر هو هذا. إذا سننقل هذا الشكل على الدفتر ثم سنحدد طبيعة الرباعي A, B, C, D. إذا هذا هو الرباعي A, B, C, D. إذا كما نلاحظ فهذا الرباعي فيه هذا الضلع يوازي هذا الضلع ويساويه أو يقايسه، كذلك هذا الضلع فهو يقايس هذا الضلع ويوازيه. إذن من خلال هذا يتضح أن هذا الرباعي فهو عبارة عن متوازي أضلاع، لأن كل ضلعين متقابلين فيه متقايسان ومتوازيان، وكذلك ف قطراه غير متقايسا. إذا شفنا هذا القطر، هذا القطر AC مع القطر BD فهما غير متقايسان، إذا هذا متوازي أضلاع. إذا ABCD متوازي أضلاع. الآن ب، هل قطراه متعامدان؟ أعلل جوابي. إذا سنرسم بداية قطري هذا الرباعي. إذا لدينا القطر AC، سنرسم القطر AC هكذا، ثم سنرسم القطر BD. إذا سنقيس زاوية الزاوية الموجودة في منتصف قطريهما. إذا مثلا عند قياس هذه الزاوية نقيسها هكذا، نجد أن الزاوية ليست بزاوية قائمة، وبالتالي فقطراه غير متعامدان أو غير متعامدين. إذا سنقول باء قطراه غير متعامدين. إذا ب قطراه غير متعامدين. المطلوب أن نعلل كذلك جوابنا لماذا هما غير متعامدين. إذا أولا فالقطران هنا غير متقايسين، بحيث هذا القطر قطر AC أكبر من القطر BD، والشكل الذي أمامنا هو ليس بمعين أو مستطيل أو مربع. لماذا؟ لأن المعين والمستطيل والمربع هي أيضا في نفس الوقت تعتبر متوازيات أضلاع، لكن قطرها متع أو لكن قطر كل منها فهما متعامدين. لذلك سنقول هنا قطراه غير متعامدين. لماذا؟ لأنهما غير متقايسين، غير متقايسين، وهو ليس معينا أو مستطيلا لأن المعين والمستطيل هما متوازية أضلاع. قطراهما متعامدين.
إذن هكذا يمكن أن نعلل جوابنا. إذن جيم لدينا أعلل لماذا منتصف بي دي مستقيم مع النقطتين A C. إذن منتصف بي دي، إذن بي دي هو هذا، هذا هو منتصف بي دي، ونلاحظ أنه مستقيم مع النقط أو مع النقطتين A و C. إذن مثلا إذا اعتبرنا هذا E هو منتصف بي دي فهو يقع على نفس المستقيم الذي تقع عليه النقطتان A و C. إذن لماذا؟ إذن هنا يمكن أن نقول بي دي هو منتصف أو لا بي دي هو أو منتصف بي دي مستقيم مع النقطتين A و C. لماذا؟ لأن بي دي و A C هما قطرا متوازي الأضلاع هذا، ومن خصائص متوازي الأضلاع أن قطراه يقطعان بعضهما البعض في منتصفهما، في منتصفهما. إذن هو هذا اللي كاين هنايا. إذن سنقول، إذن في جيم سنقول منتصف، إذن سنقول منتصف القطعة بي دي مستقيم مع النقطتين A و C A و C. لماذا؟ لأن بي دي و A C هما قلنا هما قطرا متوازي الأضلاع. إذن هما قطرا متوازي الأضلاع، ومن خصائص متوازي الأضلاع أن قطراه يقطعان بعضهما البعض في المنتصف. إذن هكذا يمكن أن نعلل جوابنا. إذن نمر إلى التمرين الثاني عشر. إذن لدينا ألف أنقل على دفتري ثم أنشئ المستقيم الموازي لـ S V والمار من النقطة P. إذن سننقل هذه النقط على دفترنا. إذن هنا لدينا النقطة S، ثم هنا لدينا النقطة P، وهنا لدينا النقطة V. إذن المطلوب أن نرسم المستقيمة الموازية لـ SV. إذن SV هو هذا، والمار من النقطة P. إذن أول ما سنقوم به هو أن ننشئ المستقيم SV. إذن سننشئ المستقيم SV هكذا. إذن هذا المستقيم SV. إذن سننشئ المستقيم الموازي لـ SV ويمر من النقطة P. إذن سنحتاج طبعا للمزوات. المزوات نضع قاعدتها هكذا مع المستقيم SV، حيث تكون هنا زاوية قائمة، وننشئ مستقيما مساعدا، تنسى ننشئ مستقيما متقطعا هكذا، سيساعدنا في إنشاء المستقيم الموازي لـ SV والمار من P. ثم نجعل المزوات هكذا بحيث تشكل هنا في هذه النقطة زاوية قائمة، ثم ننشئ مستقيما هكذا، وبعد ذلك نمدد المستقيم هكذا فيكون موازيا لـ SV. إذن هكذا ننشئه. إذن هنا هذا المستقيم المار من P فهو يوازي المستقيم SV. ثم المطلوب منا باء أرسم ارتفاع المثلث PSV.
إذن أولا سننشئ المثلث PSV. إذن سنصل النقط مع بعضها البعض وسنحصل على هذا المثلث. إذن هذا هو المثلث PSV. إذن المطلوب أن نرسم ارتفاع المثلث PSV. إذن ارتفاع المثلث سنرسمه هكذا. لاحظوا معي. إذن سنرسم ارتفاع هذا المثلث. إذن هذا هو ارتفاع المثلث PSV وهو يكون هنا زاوية قائمة. إذن هكذا سننجز هذا النشاط، كذا سنقوم بإنجازه. الآن مع التمرين 13 أنقل على دفتري ثم أنشئ المستقيم العمودي على الدي والمار من النقطة سي. إذن أولا سننقل هذا الشكل، إذن سنرسم مستقيما هكذا. إذن هذا المستقيم سنسميه المستقيم دي، ثم هنا النقطة سي، ثم هنا النقطة دي. إذن المطلوب أنشئ المستقيم العمودي على الدي والمار من النقطة سي. إذن سننشئ مستقيما عموديا على الدي ويمر من النقطة سي. إذن سنحتاج إلى المزواة ونضعها على هذا الشكل بحيث تكون هنا زاوية قائمة مع النقطة سي، ثم ننشئ المستقيم هكذا، ثم نمدد هذا المستقيم. إذن هذا المستقيم فهو يشكل لنا هنا زاوية قائمة، ونقول على أنه مستقيم عمودي على دي ويمر من النقطة سي. ثم أنشئ المستقيم العمودي على الدي والمار من سي. إذن عمودي على الدي ويمر يمر من النقطة دي. إذن بنفس الطريقة سننشئه هكذا، نضع المزواة على هذا الشكل، نكون زاوية قائمة هنا، ثم ننشئ الشكل، ثم نمدد المستقيم، وهنا تكون الزاوية قائمة هنا. إذن جيم، ماذا يمكن أن أقول عن هذين المستقيمين؟ إذن هذين المستقيمين نقصد هذا المستقيم وهذا المستقيم، بحيث يمكن أن نسمي مثلا هذا المستقيم نسميه دي واحد، وهذا مثلا غنسميه دي اثنان. إذن ماذا يمكن أن نقول عن المستقيمين دي واحد ودي اثنان؟ إذن لاحظوا معي، إذن نلاحظ على أنهما متوازيان. إذن المستقيمان متوازيان. إذن لماذا هما متوازيان؟ أعلل جوابي. إذن هما متوازيان لأنهما عموديان على نفس المستقيم، عموديان على مستقيم واحد اللي هو المستقيم دي. إذن المستقيمان متوازيان لأنهما عموديان، إذن لأنهما عموديان على نفس المستقيم. Passons à l'exercice 14A. Je reproduis la figure sur mon cahier.
B. Je trace la droite perpendiculaire à D, passant par le point B, puis la droite perpendiculaire à D, à D', et passant par le point B. إذن أول ما سنقوم به سنعيد إنشاء هذا الشكل سننقله على دفترنا هكذا. إذن لدينا المستقيم دي أو دي دي بريم هو هذا. إذن دي بريم عندنا المستقيم دي يقطعه في نقطة A. إذن هذا المستقيم D وهنا عندنا النقطة هنا عندنا النقطة B. إذن المطلوب Je trace la droite perpendiculaire à D passant par le point B. إذن غادي نرسم واحد المستقيم عمودي على D ويمر من النقطة B. إذن عمودي على D. إذن غناخدو الكوس هكذا. خصنا نكون هنايا زاوية قائمة. هكذا ثم نمدد المستقيم هكذا. Après, puis la droite perpendiculaire à D' et passons par le point B. إذا أيضا غنرسم واحد المستقيم عمودي على D إشارة ويمر من النقطة B. سنقوم برسمه هكذا. ونمدد المستقيم إذن هكذا سيكون الشكل الذي سنقوم بإنشائه. C'est avec ma règle graduée, je mesure la distance du point B à la droite D, puis à la droite D'. إذن غنستعملو المسطرة وغنقيسو المسافة اللي عندنا من نقطة B حتى المستقيم D وأيضا من نقطة B حتى المستقيم D إشارة. إذن هنا عندنا كم؟ إذن هنا عندنا كم؟ 4.7 سنتيمتر. ثم هنا عندنا كم؟ 3.1 سنتيمتر. 3.1 سنتيمتر. لكن بالنسبة لهذا الرسم إلى نجزنا درنا المستقيمين على هذا الرسم ما غنلقاوش نفس القياس اللي عندنا هنايا. وممكن مثلا نديرو هنايا على نفس الرسم ما غنلقاوش نفس القياس. يلا حنا غادي ننشئوه هكذا وبالضروره ما غاديش نلقاو نفس القياس. لانه مدير المستقيم هكذا ثم المستقيم اللي عمودي على د إشارة ويمر من النقطة B. إذن هذا إلا قسناه مثلا قيسوا هذه المسافة شحال غنلقاو فيها؟ غنلقاو فيها 2 سنتيمتر. إذن هنا عندي 2 سنتيمتر وهنا لقاو 1.2 سنتيمتر. إذن 1.2 سنتيمتر.
ولكن هذا نشأناه على ورقة راه ستتغير القياسات. Exercice 15A. Je reproduis la figure sur mon cahier. إذا غنقلو هذا الشكل على دفترنا. إذا سنرسم أولا المستقيم دي بريم. إذا المستقيم دي بريم. إذا هذا دي بريم. ثم المستقيم دي. إذا هذا المستقيم دي. وهنا عندنا النقطة أ. وهنا عندنا النقطة هذه النقطة بي. إذا المطلوب جو تراس لا دغوات باراليل ا دي باسون باغ لو بوان بي ال كوب دي بريم اون سي. إذا غادي نرسم واحد المستقيم موازي لدي. موازي لدي دي هي هذه. وكيقطع كيقطع كيمر من نقطة كيمر من نقطة بي وكيقطع دي كيقطع أو عفوا يقطع دي إشارة في النقطة سي. إذا موازي لدي هذا دي. المستقيم الآخر غيكون موازي له هكذا وغيكون كيقطع دي إشارة فواحد النقطة غادي نسميوها سي ويمر من بي طبعا. إذا لاحظوا معايا غندير واحد نرسمو أولا واحد المستقيم مساعد لي مستقيم مساعد هكذا ثم انطلاقا منه نحرصو على أن تكون الزاوية هنا قائمة ثم نرسم المستقيم ثم نمدد المستقيم هكذا إذا هذا المستقيم كما نلاحظ فهو يمر من النقطة B ويوازي D ويقطع D إشارة في واحد النقطة غنسموها النقطة C ثم C جو تراس لا باراليل ا دي بريم باسون باغ B إل كوب D أون D. إذا حتى هنا غنرسم واحد المستقيم موازي لD إشارة وتيمر من بي وكيقطع دي هنايا فواحد النقطة اللي غنسميوها دي. إذا غنرسمو هنا واحد المستقيم مساعد هكذا ثم بناء عليه غنرسمو أيضا واحد المستقيم هكذا لي ثم نمدد هذا المستقيم إذا هذا المستقيم فهو يوازي دي إشارة ويمر من دي ويقطع المستقيم دي في واحد النقطة اللي غادي نسميوها دي هكذا. إذا هذا هو الشكل اللي غادي ننشئه. إذا المطلوب منا أيضا في دي جون ديدوي كو لو إذا قلنا على أن الشكل الذي سنحصل عليه سيكون على هذا النحو. إذا دي جون ديدوي كو لو كادريلاتير أ سي دي بي إتان. إذا أ سي بي دي. إذا ما هي طبيعة هذا الرباعي؟ إذا كيف ما كنلاحظوا فهذا الرباعي فهو عبارة عن متوازي الأضلاع. دونك غادي نجاوبو هنا غنقولو ا بي ا سي بي دي ايتان باراليلوغرام متوازي اضلاع باراليلوغرام هو عبارة عن متوازي اضلاع.